ايضا التريانجولار فلاب بقدر اعمل له موديفيكيشنز، اقدر احوله الى فلاب اسمه ايش؟ ترابيزيدوال فلاب. الترابيزيدوال فلاب بيكون معنا انفلوب وبيكون معنا تو اوبليك، اوبليك من الجهتين. تمام، اذا نجي نعمل هنا ترابيزيدوال، خلونا نعمل هنا عبر نفس الشيء. بنبدأ ايش؟ بنبدأ مثلا نجي نشتغل وينه؟ عند الكراين. بنبدأ معنا هنا الانفلوب اللي هو الهوريزنتال. تمام، كونتينوس عندنا سيم قبل وسيم بعد، احنا مشينا من الرابع الى الثاني. طيب بعدين الانسيجن الثاني بنعمله ايش؟ اوبلي. التريانجولر عملنا واحد فقط، تمام، وهنا الترابيزيدوال بنعمل تو اوبلي. بننزل من هنا، قلنا من الشروط اننا يا اما ادخل الباب الله يا اما اخرجه من الفلاب، اهم شيء ما يجيش اقطعه بالنص. هذا كاننا الان عملت ايش؟ تريانجولر، صح ولا لا؟ طيب تريانجولر بنقدر نعمل له موديفيكيشن اننا اعمل بالجهه الثانيه، اعمل اوبليك. بنزل الان هذا ترابيزد 1. ناخذ بريوسيل الفيتور، نبدا نرفع الانتر دنتال بابلا بالبوينتين اند، ندخل بالانتر دنتال بابلا، وبعدين ناخذ البرود اند ونرفع التيشو من فوق العظم. طبعا هذا مثلا معانا امباكت او معانا لابو امباكت بكالي، لابو ما نشتي يعمل ابيكسكتومي ايضا ينفع. هذا الترابيزيدوال شوفوا كيف كان شغله، حققنا الشروط ولا لا؟ شوفوا كونتينوس، سين قبل سين بعد، ما اخذتش الباب الا خرجت من ما قطعتش من النص، ما جيتش للسنتر حق السن. تمام، ايضا البيس اكبر من الابيكس عشان امنع انه يحصل لي اسكيميا ويحصل نيكروسيس. هذا الترابيزيدوال فلاب. معانا اخر نوع من الفلاب اللي هو سيمينولر فلاب. السيمينولر